قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى ورسوله إلى كافة الوراء، شهادة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن أولياء الله في السالفين والخالفين، وعن مشايخنا في الله أجمعين، وعنا وعنكم وعن إخواننا وأخواتنا وأحبابنا جميعا في الله. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ومن علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فأعوذ بك يا ربي أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. أما بعد، فكما تعلمون قلنا أن الحكم العطائية، حكم ابن عطاء الله، ليست مجرد درس نظري أو كلام يقرأ في الكتب، وإنما هي ثمرة منازلات ومدارج ومنازل روحية، منازل سلوكية ومنازل روحية ودرجات نزل فيها ابن عطاء الله في مقامات الترقي لمعرفة الله تعالى. فكانت هذه الحكم ثمرة لمقام هو نزل فيه، ولذلك تجد فيها أذواق وبركات وأسرار وروحانيات لا تجدها في غيره. فكما قلنا أن ابن عطاء الله، أحيانا أكرر، عندما بدأ الطريق هو في الحقيقة كان عالما وكان عاملا بعلمه وكان مخلصا في علمه وعمله، وكانت المناسبة أن تعرف على الإمام مولانا الشيخ المرسي أو العباس. لمناظرة أو مناقشة دارت بينه وبين بعض تلاميذ الشيخ المرسي أبو العباس، فربما وجد في كلامهم عن شيخهم نوع من المبالغة، فأنكر على الشيخ ذلك، ولكنه كان أهل حق. فلما عاد إلى بيته قال لصاحب الحق أمارات، لصاحب الحق أمارات، وأنا لم ألقى الرجل ولم أسمع منه. فعمد إليه حيث يجلس، حيث كان يجلس في زاويته مع تلاميذه لكي يستمع إليه ويسمع منه. قال فدخلت عليه فإذا به يتكلم في الأنفاس، يعني يتكلم في الأمور الروحية وفي مدارج المعرفة بالله تعالى بصورة، قال أخذ مني اللب، فوجدته يقول إسلام وإيمان وإحسان، أو إن شئت قلت ملك وملكوت وجبروت، وإن شئت قلت شريعة وطريقة وحقيقة، وإن شئت قلت
الشريعة أن تقصده، الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. وإن شئت وإن شئت فكأن الرجل يغترف من بحر لا سواحل له. فارتبط به قلبي. المقصود إن ابن عطاء الله ارتبط روحيا بالشيخ المرسى أبو العباس، فجاء في وقع في قلبه أن يبدأ السلوك معه بتمحيص الإخلاص، لأنه كان عالما الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وهو كان قد حقق الثلاثة مقامات الأولى، فبدأ بتمحيص الإخلاص. والمخلصون على خطر عظيم، بمخلص ومع ذلك هو على خطر عظيم، أدرك المعنى فسار في الطريق وارتبط بالشيخ، وعلم أن القضية ليست في عمله ولا في عباداته ولا حتى في إخلاصه، وإنما في توفيق الله تعالى له وهدايته له. فتحقق بهذا المقام، فكانت أول حكمة له من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. شاف العلامة عرفها، فبدأ يدلون على هذا، أي لا يعتمد المخلص على عمله ولا على حوله ولا قوته ولا عبادته، وإنما يعتمد على حول الله وقوته، إنما يكون اعتماده وتوكله على فضل الله ومنته وكرمه وهدايته وإعانته له. إياك نعبد ولكن إياك نستعين مقام آخر. إياك نعبد ينظر إلى عمله، إياك نستعين يا ربي لولا أنك هديتني وأعنتني لما عبدتك. فبدأ بأول حكمة من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، فصار في هذا المقام حتى تحقق منه وتبين أن القضية ليست في الأعمال وإنما في توفيق الله تعالى، فأراد أن يتجرد من الأسباب ومن الاعتماد على الحول والقوة، وأن يحقق الاعتماد على الله تعالى وعلى حوله وقوته تحقيقا، بحيث يقول يا رب اعطني ليعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأراد أن يخرج من الأسباب ويتجرد إلى الله تعالى، والتجريد كان منهج في السلوك. فذهب إلى شيخه المرسى أبو العباس وفي قلبه أن يخرج من الأسباب ويتجرد لله تعالى وأن يكون بمسبب الأسباب. قال فدخلت عليه. وانتوا طبعا الكلام ده قلناه قبل كده، لكن من عيوب التكرار الشديد هم شو كلمتين اللي انا عارفهم بزيد واعيد فيهم وخلاص. تكرار يزيد العسل. الله يبارك فيك. فدخل، قال فدخلت على الشيخ وفي قلبي ان احدثه للخروج من الاسباب والتجريد، وقلت في نفسي كما ذكر هنا حسب ما اتذكر، إن بقيت على ما أنا عليه من التعلق بالأسباب والاستغراق في علوم الظاهر فلن أصل إلى شيء. قال فدخلت على الشيخ، ودي شغلانة ما عادش الناس يفهموها النهاردة، وكان الشيخ المرسي رضي الله عنه كان مكاشفا له استشراف على بواطن النفوس والقلوب. قال فدخلت على الشيخ ففاجأني بقوله، صحبني أحد من الناس
وكان من المتصدرين للعلم في زمانه، يعني من الأئمة الكبار في العلم في زمانه. هو بيقصد مين الكلام لك يا جار؟ ما هو الجماعة دولت برضو لهم إيه الكلام بالإشارة. صاحبني أحد من الناس وكان من المتصدرين للعلم في زمانه، فقال لي: إن بقيت على ما أنا عليه من علم الظاهر والاستغراق في الأسباب فلن أصل إلى شيء. فقلت له: ليس الشأن أن تترك السبب، ولكن الشأن أن يتركك السبب. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فلا تخرج من شيء حتى يتولى الله إخراجك منه، فابق على ما أنت عليه، وما كتب لك على أيدينا هو واصل إليك لا محالة. قال ده ابن عطاء الله: فخرجت من عنده وقد غسل الله ما في قلبي من هذه الأوهام. فارتقى درجة، تحقق بهذا المقام، وعلم أن القضية ليست في التجريد، قضية التجريد وترك الأسباب ليست في ترك هذه الأسباب ظاهرا، وليس الأخذ بالأسباب في الأخذ بها ظاهرا. فكم من آخذ بالأسباب هو متجرد متوكل على الله تعالى رغم أخذه بالأسباب. هو متوكل متجرد معتمد على الله في عين أخذه بالأسباب، وكم من متجرد في الظاهر تارك للأسباب، إنما هو متعطل متبطل آخذ بالأسباب متعلق بها في قلبه. فتحقق بذلك فارتقى في هذا المقام. فلما ارتقى في هذا المقام تحقق به فأصبح بالله تعالى وبأسبابه، لا بأسباب نفسه ولا بحوله ولا قوته، وإنما أصبح بالله تعالى تنخرق له العوائد، يعني يخرق العادات، يعني الأسباب الظاهرة. يسأل الله فيجيبه، يدعو الله فيستجيب لدعائه، يطلب من الله فيعطيه. أصبح من قوم إذا رفعت حواجبهم قضيت حوائجهم. فتحقق بهذا، هذه تسمى همة سابقة. الكرامة دي همة تنفعل لها الأشياء دون أسباب حسية، فأصبح متحقق بهذا المقام، تنفعل له الأشياء والأمور دون أسباب حسية، فأصبح صاحب مقام في هذا. هنا إشكال. إذن الأشياء تنفعل عند إرادته، هنا يمكن أن تزل أقدام البعض. فلكي يتمكن في هذا المقام يتحقق، فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. سوابق الهمم أي الهمة السابقة، والهمم السابقة هي التي تنفعل لها الأشياء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. الهمم السابقة هي التي تنفعل لها الأشياء. فقال: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. قوة انبعاث في القلب، قوة انبعاث في القلب، الهمة السابقة. إن كانت همة خير تنفعل لها الأشياء، وإن كانت همة شر تنفعل لها الأشياء. همة خير أن تتوجه هذه القوة إلى شخص أو إلى رجل أو إلى إنسان فيهديه الله بعنايته وتوجه قوة انبعاثه في القلب له، يهدي به الله. قالوا: كان بعض أهل الكتاب
ينظرون في وجه الحسن البصري فلا يملك الواحد منهم إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأمثلة في ذلك كثيرة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والتابعين وطوال تاريخ الإسلام. وهمة الشر مثل الحاسد، ينظر إلى أحد الناس نظرة حسد يضر بهذه النظرة. في نظرة الخير يقول أبو الحسن الشاذلي ونسب هذا إلى المرسي أبو العباس قال ما بيننا وبين الرجل إلا نظرة يبلغ بها مبلغ الرجال. فسواء كانت خيرا أو شرا فأراد أن يحذر أن هذه الهمة السابقة لا تخرق أسوار القدر، وإنما كل بقدر الله تعالى لتكسب كل نفس ما أتاها، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فمن هنا تحدث عن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. قال طيب إذا كان ده في الهمم السابقة، يعني صاحب الهمة السابقة التي تنفعل لها الأشياء دون أسباب، فما بالك بمن تعلق بالتدبير والاختيار وشغل نفسه في أسبابه الدنيوية وأسبابه الظاهرة الضعيفة. فأراد أن يحذر فقال أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به أنت لنفسك. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور.